الرئيس السيسي يعلن عن تنفيذ الدولة خطة شاملة لبناء 30 مدينة مدن من الجيل الرابع على مستوى الجمهورية. الاتحاد الأوروبي يتفق على سقف لسعر النفط الروسي بعد موافقة بولندا. بوتين يصف النهج الغربي بشأن أوكرانيا بالمدمر، وشولتز يحثه على إيجاد حل سياسي للصراع. التاسعة مساء السابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم، نستهل هذه النشرة مع الزميلة آلاء طاهر. إليك آلاء. أهلا بك حور، أهلا بكم مشاهدينا. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، وفي كلمة له خلال الافتتاح أكد الرئيس السيسي أن افتتاح المدينة يأتي كجزء من خطة شاملة نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية لبناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية في الدلتا والصعيد والقناة. واليوم نشهد معا مشهدا جديدا من مشاهد الإنجاز التي تتحقق بسواعد المصريين وبجهودهم الحثيثة المخلصة، والتي تعيد رسم خارطة مصر كي تتسع لأحلام المصريين وتليق بتضحيات أبنائها من أجلها. ونحتفل معا بمدينة جديدة تزين دلتا مصر الطيبة الأصيلة، وقد رعي فيها كل متطلبات التحديث والتطوير اللازمة للمستقبل، كما تم تنفيذها طبقا لتخطيط علمي دقيق ومدروس ومعدلات تنفيذ غير مسبوقة وبشكل كامل لبناء مجتمع متكامل. ويأتي افتتاح مدينة المنصورة الجديدة كجزء من خطة شاملة نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية لبناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية في الدلتا والصعيد والقناة. والحقيقة التي يجب أن تشاركونني فيها هي أن بناء المدن الجديدة لا يمثل رفاهية، بل هو ضرورة قصوى في ضوء هذه الزيادة السكانية المضطردة والحاجة الملحة لامتدادات عمرانية متكاملة لاحتواء هذه الزيادة ولمعالجة الآثار السلبية لعدم إتاحة هذه المجتمعات من ذي قبل، والتي يأتي في مقدمتها البناء على الأراضي الزراعية والتوسع غير المخطط للكتلة العمرانية. هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه رغم الأزمات والتحديات التي تواجه العالم بأسره، فإنه من خلال التلاحم والتكاتف بين الشعب المصري وجميع مؤسساته سيتم تخطي كل هذه التحديات. رغم الأزمات والتحديات التي تواجه العالم بأسره، إلا أننا وبعون الله قادرون على تخطي كل هذه التحديات من خلال التلاحم والتكاتف بين الشعب المصري العظيم وجميع مؤسساته. إن مصر الوطن الكبير الضارب في جذور التاريخ والبادئ للحضارة، هو الوطن الذي تعهدنا معا على الحفاظ عليه بأرواحنا وبنائه بأيدينا لنزرع له الأمل ونصنع له المستقبل. وأشار الرئيس السيسي إلى أن العالم ومعه مصر يواجه أزمات متلاحقة على الصعيد الاقتصادي، كانت بدايتها الآثار التي خلفتها جائحة كورونا، ولم يلبث العالم أن يتعافى منها إلا وقد اندلع الصراع الروسي الأوكراني والذي شارف على قرابة العام منذ اندلاعه. يواجه العالم ومعه مصر أزمات متلاحقة على الصعيد الاقتصادي، كان مبتداها الآثار التي خلفها انتشار جائحة كورونا، ولم يلبث العالم أن يتعافى منها إلا وقد اندلع الصراع الروسي الأوكراني والذي شارف على قرابة العام منذ اندلاعه، وقد انعكست آثار هذه الأزمات على الاقتصاد العالمي بآثار لم تكن مصر منها ببعيد. إلا أننا بفضل الله وبقدرات المصريين قد واجهنا هذه الأزمات بخطى واثقة وقدرات راسخة،
وقد تجاوزنا الآثار الواقعة على المواطنين بحزمة من إجراءات حماية اجتماعية تشابكت فيها جهود الدولة والمجتمع في نموذج مصري فريد. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تنفذ خطة إجراءات اقتصادية قائمة على توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية وجذب الاستثمارات المباشرة. البلاد اللي زي حالتنا دي عايزة ثلاث حاجات، واحدة من ثلاث حاجات، يا إما صبر وعمل، يعني صبر وشغل بس، وده مسار نشوف نتائجه بعد سنين طويلة، مش إحنا ولا يا دكتور مصطفى، مش إحنا، مش أنا عشان سن يعني، لكن الشباب الصغير والممكن اسمعوا كلامي. أو ده مسار. المسار الثاني إن إحنا نسيب البلد دي يعني تضيع بقى، ما فيش فايدة، لأن هو في الآخر، هو قلت لكم الحكاية دي مرة واثنين وعشر، هو حجم أموال طاقة دولة، الطاقة دي يأدي الدولة يكبر منها يقل منها، إن كانت أقل منها يبقى دايما الإحساس بالعوز والقلة هو هيبقى جوانا، ده لو كانت أقل، لو أدها هيبقى الناس حاسة بشيء من الراحة، لو أكتر هيبقى الإحساس بالرضا أكتر. وأضاف رئيس السيسي أن تنفيذ المدن العمرانية يتم وفق تصور شامل، وإن الشواطئ المصرية خاصة الدلتا معرضة لارتفاع منسوب المياه بمعدل متر أو مترين، وذلك خلال الخمسين عاما المقبلة. أنا هنا بس عايز أقول للناس إن لما بنيجي نعمل كدولة بيبقى فيه تصور شامل للمسار اللي احنا شغالين عليه. يعني هو يمكن كتير يتصور إن الفكرة، معلش يعني الدكتور عاصم قال كلام مهم قوي، الفرق بين التعمير والعمران، مش كده؟ لكن عايز أقول لكم اوعوا تفتكروا إنها مدينة شكلها حلو يعني. لكن احنا كنا، ما هو كده يعني، اللي ممكن يتفرج علينا دكتور عاصم دلوقتي يتصور ان هي مدينه شكلها حلو، وده مش غلط بالمناسبه، لكن انا عايز افهم الناس اللي بيسمعونا ان احنا عملنا موضوعات على بعضها، الموضوعات دي تحقق كتير من المطالب اللي الدوله بتحتاجها، منها على سبيل المثال حمايه الشواطئ. كان عندنا لحمايه الشاطئ ده مسارين، مسار ان احنا نعمل حاجز ميه، مش كده يا دكتور عاصم؟ ونعمله ويكلف ملايين برضه، وقد يكون يكلف اكتر من كده، او ان احنا نعمل حاجه تحقق ان انا احقق مجموعه من الاهداف باجراء واحد، مش كده؟ صحيح. هو ده اللي انا، اللي الدكتور عاصم بيقول لك ايه، عملنا شاطئ ارتفاعه متر، ثم عملنا طريق ارتفاعه متر تاني، ثم عشان في النهايه اذا كانت الشواطئ المصرية وخاصة الدلتا معرضة نتيجة انخفاض منسوبها عن المعدلات المحتملة اللي هتحصل خلال الخمسين سنة الجاية، أنا بقول كلام صحيح؟ طيب مش كده يا دكتور مصطفى؟ فإحنا متوقعين متر أو مترين. طب إحنا كان عندنا نقدر نعمل على امتداد مثلا 200-300 كيلو حواجز تكلفنا عشرات ويمكن مئات المليارات من الجنيهات او الدولارات عشان نحمي شواطئنا اللي هم رامينها الناس بتوعنا اللي موجودين في الدلتا وموجودين كده، ادي واحد. لا احنا عملنا فكره تانية، احنا عملنا ده بس بطريقه تانية. هذا ونوه الرئيس السيسي الى ان النمو السكاني يضر بمصر، ويجب على المؤسسات المعنيه الاهتمام اكثر بهذا الشان. فين حاله الدوله؟ فين ايه؟ فين حاله الدوله؟ ده حتى لو كان عمران يعني، ها، لكن ده غياب للدولة. غياب ايه يا دكتور؟ دولة مش حاضرة. دولة ايه؟ غير حاضرة. هات اللي بعدها بقى، اللي بعدها خالص.
هات. دي ايه؟ دي دولة مش موجودة. دولة ايه؟ ويبقى يتصور ان يا جماعة احنا محتاجين نعرف كويس قوي ليه احنا بقينا كده، عشان ما تتهمش الدولة وتقول الدولة فين. لا، ده احنا كلنا مع بعض، دي بلدنا ونخلي بالنا منها. وزي ما دكتور عاصم بيقول، اذا كان اللي هيبقى نصيب الفرد قيراطه ونص، طب ما هو ايام محمد علي كان نصيب الفرد على الاقل فدان. انا بقول كلام معقول؟ فدان يعني لو كنا 4 مليون ساعتها ولا اكتر، 4 مليون كان عندنا اكتر من 4 مليون فدان مزروعين، يبقى كل فدان يقدر يصرف على. فحاله الغنى اتحولت لحاله ايه يا دكتور عاصم؟ فقر. انا يعني عوز. عوز. وانت تقول طب البلد سايبانا ليه؟ البلد سايبانا ليه؟ وانا مش بتكلم النهارده، النهارده يوم جميل قوي. النهارده يوم ايه؟ جميل ان شاء الله. بس احنا مش عيب ان احنا واحنا بنتكلم على ايامنا الجميله ان احنا نذكر بعضنا باللي احنا بنتكلم فيه ده. وبقول الكلام ده لمؤسسات الدوله كلها، سواء كان وزاره الصحه او منظمات المجتمع المدني او المؤسسات الدينيه. يا جماعه يا جماعة بصوا كده، ده يرضي ربنا. أجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية في مدينة المنصورة الجديدة، تفقد خلالها كورنيش المدينة. وخلال جولته وتفقداته معروضات ومشغولات يدوية وتراثية لأصحاب المواهب الفنية. وجه الرئيس السيسي بإجراء مسابقة على مستوى الجمهورية لعرض منتجات الحرف التراثية واليدوية. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة المنصورة الجديدة ضمن جولته في مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة دقهلية. وفي كلمة له قال الرئيس السيسي إن تنفيذ مبادرة حياة كريمة واجه عدة تحديات، كان أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية وعدم قدرة الشركات على إتمام المشروعات في الوقت المطلوب. ولفت الرئيس السيسي إلى أن حجم المشروعات كان كبيرا جدا. كان في خطة للصرف الصحي للقرى في مصر. وهنا يهمنا أقول لكم على حاجة، مش الفكرة فكرة إن إحنا بنعمل، الفكرة إن إحنا بنقول هو ده بيتعمل ليه، ما اتعملش قبل كده، وبيتعمل دلوقتي إزاي. قبل كده كانت الحكومة، أتصور لما أنا توليت الدكتور مصطفى كان 18% اللي كان خلصان في الصرف الصحي، 11. فده معناه ايه؟ كانت الدولة بتخش تحاول تعمل، لكن بيقابلها تحديين. استقرار المسار. استقرار المسار يعني ايه؟ ان هي تقدر تحط خطة والخطة دي لما تيجي تنفذها تنجح. طب ما كانتش بتقدر تكمل فيها ليه؟ لان اولا في تكلفة مش مستقرة، يعني تكلفة الانشاء بتاع، لو انا حطيت خطة لموضوع لمدة سنة او اتنين او تلاتة، التكلفة بتاعت اول سنة غير تاني سنة غير تالت سنة. ده الواقع اللي كان موجود. اثنين، ان حجم التمويل المطلوب كان ضخم جدا، حجم التمويل كان ضخم جدا. ثم في بقى حاجات بتقابلهم في الواقع، ان انا بعمل تخطيط على 1000 وما الاقي بعد سنه بقوا 1050 زادوا. فانا دخل في سبق، مش انا، الفكره المبادره الخطه داخله في سبق مع التطور، وبالتالي ما كانتش الحاجه بتخلص. احنا قلنا هنعمل ايه؟ قلنا هنحاول في خلال 3 سنين. دي فرصة ان احنا نتكلم في خلال 3 سنين. طب احنا، وانا بقول لكم عشان نبقى كلام على الهوا، طب احنا قدرنا المرحلة يا دكتور مصطفى نخلصها في السنة زي ما اتفقنا؟ ما قدرناش. طب ما قدرناش ليه يا محمد؟ لأسباب كتير، منها ان طبعا الظرف الاقتصادي، الظرف الاقتصادي كان ليه تأثير، اللي هو بتاع التداعيات بتاعت الأزمة الروسية. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي استاد المنصورة ونادي شربين الرياضي بمحافظة الدقهلية، والتقى عددا من شباب الموهوبين الذين تقدموا لبرنامج كابيتانو مصر. واستمع الرئيس السيسي إلى شرح من أحد مدربي الفريق حول كيفية اختيار العناصر الموهوبة في لعبة كرة القدم،
وأعرب الرئيس عن سعادته بلقاء الشباب الموهوبين وطالبهم بالاهتمام بلياقتهم البدنية بجانب المهارات، مشيرا إلى أنهم سيلعبون في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تضم استادا يتسع إلى 85 ألف متفرج، وسيتم عمل افتتاح له. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الأهالي خلال تفقده استاد المنصورة ونادي مركز شربين بمحافظة الدقهلية. وخلال اللقاء رد الرئيس على عدد من استفسارات الأهالي ودعا جموع الشعب إلى عدم الالتفات للشائعات. أنا عايز أقول لكم، أنتوا هتلاقوا دايما على مدار الشهور اللي فاتت والسنين اللي فاتت واللي جاية كلام كتير قوي يقلقكم ويخوفكم، ويقول لك هيحصل مش عارف ايه وهيحصل ايه، وكلام مش طول ما ربنا معانا. اللي بيحصل ده واللي بتسمعوه وده الكلام اللي انا عايز اكمله معاكم ليكم وكمان للناس في مصر، يعني هو الصراع والمعركه ما انتهتش، وبالمناسبه هو ده حكم ربنا على الدنيا. أنا بقول كده لكم ليه؟ عشان بقول لكم دايما، هو دايما محاولة إن أنتم، أنا بكلم كل الناس مش أهلنا في دقهلية بس، هم دايما عايزين يخلوا الناس عايشة في قلق، يخوفوهم ويقلقوهم، يا ترى هيحصل إيه؟ طب 10 11 طب 11 11 طب 25 طب الموضوع على طول بقاله سنين على كده، وانتوا لازم تكونوا فاهمين ده. لان هو طب هو هيريحك ليه؟ هو انت سلمت له؟ هو انت سكت عليه؟ لا ما سكتش. طب انت بقيت مش انا خصم، ومش الحكومه خصم، بقت مصر خصم. مصر ايه؟ بشعبها خصم. لو الناس تفهم، يعني لو الناس، انا مش بكلم، انا بكلم عليهم يعني، لو يفهموا. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرية الحصص التابعة لمركز شربين، احدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الدقهلية. وخلال لقائه مع عدد من المزارعين بالقرية، أكد الرئيس السيسي أن الدولة تحملت عبء زيادة الأسعار في الأسمدة عن المواطنين حرصا على عدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير. الكيماوي ده كان بيتعمل، وكان وحدة الغاز كانت بثلاثة دولار. وحدة الغاز دلوقتي ب40 دولار. بكام؟ هو قبل حتى ما كان، حتى ايام ما كان بثلاثة، كان الثمن اللي انت بتاخده بيه هو نص الثمن اللي بتباع بيه بره. الدعم، هو فرق الدعم. يعني فاهمين اقصد ايه؟ طيب لما حصل ده احنا ما زودناش الغاز قوي على شركات الغاز اللي هي دكتور مصطفى. انا بقوله ليه؟ لان انا عايزك برضو تبقى عارف الحكايه معاك، تبقى عارف ليه احنا مش قادرين نخليهم ثلاثه. النهارده الطن 6000 كيماوي اصلا ب 6000. طب هو ثمنه كام دلوقتي؟ ثمنه على قديم في حدود ال 10، ثمنه على الجديد اضرب في مره ولا اثنين كمان، يعني مش 10 بقى يبقى 20. بس انا ما زودتوش عن كده، مش انا ما زودتوش يعني متفضل عليكم، لا انا بحاول اراعي احنا كدوله ان احنا التكلفه ما تبقاش، لان في النهايه الرز لو غلى هيبقى غلى على مين؟ على كل الناس. زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مدرسة الحصص الابتدائية بمركز شربين في محافظة الدقهلية، إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتبادل الرئيس السيسي الحديث مع الأطفال في المدرسة وتلقى منهم باقات الورود، كما قام بتوزيع الهدايا عليهم.
نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالية لأهالي قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية بمناسبة زيارة الرئيس السيسي للقرية. وأقامت المؤسسة أكبر مائدة طعام لأهالي القرية، وقامت بذبح 10 عجول وتوزيع لحومها على أهالي القرية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة حول استقطاع جزء من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الأوقاف والتي شددت على أن الأموال الخاصة بالأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين. أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية الشهر الجاري لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% تخفيفا على كاهل المواطنين، كما تشارك منظومة أمان بطرح سلع عبر منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. حيثما توجد مبادرة كلنا واحد توجد التخفيضات على كافة أنواع السلع، فالمرحلة 23 من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية وقررت مد فعالياتها حتى نهاية شهر ديسمبر وفرت كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%، وهي امتداد لمراحل المبادرة السابقة التي انطلقت للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، وهو الهدف من حرص الوزارة على مد فعاليات المبادرة. حبك علينا يا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية. مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية وأفرعها المنتشرة على مستوى الجمهورية في هذه المرحلة من المبادرة، والتي تصل إلى 34 سلسلة ب 1051 فرعا على مستوى الجمهورية، وكلها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مشتركين في مبادرة كلنا واحد من أول ما بدأت، بنوفر كل السلع من رز، مكرونة، سكر، كل السلع موجودة بكميات كبيرة ومتوفرة وبأسعار مخفضة تحت إشراف وزارة الداخلية. بشكر فعلا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الجميلة اللي بيعملها، لأن فعلا الأسعار في متناول الجميع. يعني أنا تملي باجي هنا باخد كل السلع الاستراتيجية الموجودة هنا. الحمد لله رب العالمين، الحاجة متوفرة جدا، مبادرة كلنا واحد شغالة على حاجات كتيرة جدا، الأسعار ممتازة، كل حاجة الحمد لله فضل الله متوفرة، وده بفضل توجيهات السيد الرئيس. أنا اللي دايماً ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصة لأي حد يمس حبة من ترابك. وحرصت الوزارة على التنسيق مع كبار التجار والموردين لإقامة شوادر وسرادقات بالشوارع والميادين الرئيسية تتضمن معروضاً كبيراً من السلع المتنوعة بالتخفيضات المعلن عنها. استمر فعاليات المبادرة حتى الآن بيترجم حرص وزارة الداخلية والسادة العارضين والمشاركين في المبادرة على تنفيذ تعليمات السيد الرئيس، وهي ضرورة الوجود مع المواطن، ضرورة توفير السلع الاستهلاكية اللي بيحتاجها المواطن. فإحنا بنطمن المواطنين من اليوم المبادرة معاكم موجودة في كمية كبيرة جدا من المعروض، ودي كانت توجيهات السيد الرئيس، وبنفس الأسعار مفيش أي زيادة فيها إطلاقا. الأسعار كويسة لحد كبير، وكل السلع موجودة وسعرها أرخص من بره، في الخصومات كلها شغالة. نشكر الرئيس طبعا على المجهودات اللي معمولة دي، ونشكر وزارة الداخلية على المكان اللي متوفر هنا، وتوفير مكان أو حاجة بالأسعار اللي زي دي مختلف عن الأسعار اللي بره، دي حاجة كويسة يعني. والله كنت جاي الخيمة في مبادرة كلنا واحد، لقيت كل حاجة موجودة وكل السلع موجودة، وحتى الرز اللي كنت بلاقوش بره تملي باجي الاقيه هنا موجود، والاسعار خياليه في متناول الجميع. وبنشكر سياده الرئيس وكل وزاره الداخليه كلها ومبادره كلنا واحد. انا اللي دايما ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصه لاي حد يمس حبه من ترابك. كما تم توجيه قوافل من السيارات المحمله بالسلع الغذائيه الى الشوارع والميادين الرئيسيه والاماكن الاكثر احتياجا لبيع السلع للمواطنين باسعار مخفضه في اطار المبادره بنسب تصل الى 60%. مبادرة كلنا واحد بالتعاون مع وزارة الداخلية أتاحت لنا الفرصة، ساعدتنا كتير في التنسيق،
ان احنا بنروح الميادين والقوافل، بنخش الكره في اماكن كتير. احنا عاملين كميات كبيره من الارز متاحه من وزاره التموين بالتعاون مع وزاره الداخليه وباسعار مميزه جدا، ومش لازم المواطن ياخد كميات كبيره، كده كده العربيات موجوده كل يوم وبتوفر كل الاصناف، فالمواطن قادر ياخد المنتجات اللي هو محتاجها بس، وكده كده العربيات موجوده على طول وبتوفر كل الاصناف. المبادره بتاع كلنا واحد جميله صراحه، يعني السلع متوفره كلها، والرز والسكر وكل حاجه، الاسعار جميله، فرق عن بره طبعا. احنا بره بقى الحاجات دي اغلى، فيا ريت المبادره تبقى موجوده على طول. انا جبت رز وزيت ودقيق لبيتي بصراحه، حاجات جميله جدا، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكر وزاره الداخليه. ربنا يخليك يا سيسي يا رب لمصر والشعب مصر. منظومة أمان ومن خلال 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً على مستوى الجمهورية تتوفر فيها السلع، تشارك في المبادرة بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام، وجميع المنافذ موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. كما قامت منظومة أمان بتوفير عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة وطرحها على المواطنين بأسعار رمزية. والله حاجة ب 550 جنيه، السيسي عملها لنا ب 50 جنيه، كتر خيره والله. فيها كيس مكرونة، كيسين مكرونة، وواحد رز، وواحد سكر، وواحد زيت، وفي تونة. فأنا شايف إن الحاجات اللي فيها بصراحة أكبر بكتير، أكتر من القيمة اللي هي موجودة في اللي إحنا دفعناها ال 50 جنيه. شكرا يا ريس على المبادرة اللي حضرتك عاملها لنا، والأسعار كويسة جدا، وإحنا كلنا مستفيدين منها، وتحيا مصر. حبك علينا يا بلدي فرض، وهنبقى جنبك للنهاية. وتستمر فعاليات مبادرة كلنا واحد لتحقيق مزيد من تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الدولية التي تؤثر على أسعار السلع، وبهدف تحقيق التكافل مع المواطنين. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 638 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 787 طن مواد غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 25 طن. وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 720 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 42 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 900 قضية، واحدة من بينها 205 قضايا خبز ناقص الوزن و 241 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة أنت الحياة بقرى جنوب المينيا، وتضم المبادرة قافلة شاملة توعوية اجتماعية صحية ثقافية بيئية. وقال منسق مؤسسة حياة كريمة بالمينيا أحمد العمدة إن مبادرة أنت الحياة انطلقت بالتعاون مع ديوان عام المحافظة وعدد من الجهات الشريكة، وذلك عقب استضافة مصر لمؤتمر المناخ والمشاركة الفعالة لمؤسسة حياة كريمة فيه. احنا النهارده في فعاليه انت الحياه التي تطلقها مؤسسه حياه كريمه في قريه معصاله ملاوي لاهالي المنيا بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكه. هذه الفعاليه تعد من احدى فعاليات مؤسسه حياه كريمه التي تطلقها من اجل بناء الانسان في قرى حياه كريمه، لان حياه كريمه ليست فقط تقتصر على المشروعات، وانما من اهم اهدافها بناء الانسان وتغيير الافكار وايضا تغيير الاوضاع الماديه لاهالي القرى. لذلك كان هناك ملتقى توظيف بالتعاون مع الشباب والرياضة، ولقى إقبالا كبيرا من الشباب. أيضا كانت هناك ندوات للمجلس القومي للمرأة لقت إقبالا كبيرا من النساء، وكذلك أيضا ورش لتعليم الحرف من المجلس القومي للمرأة، وكذلك ورش لوزارة الثقافة لقت إقبالا كبيرا من الكبار والصغار من أجل يعني تغيير الفكرة والسلوك، وأيضا من أجل أن تعليم السيدات حرفة لاستخدامها في التحقيق يعني لقمة العيش وكسب الرزق.
اتفق الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف أسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، ومن المتوقع أن يصدق مجلس الاتحاد الأوروبي على القرار قريبا. وتأتي تلك الخطوة الأوروبية بجانب الحظر الأوروبي على النفط الروسي الذي يدخل حيز تنفيذ الاثنين المقبل، بهدف حرمان موسكو من وسائل تمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن السقف الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لأسعار النفط الروسية لن يؤثر على الإنتاج في ديسمبر الجاري. وأشار نوفاك إلى أن موسكو تعتقد أنه سيكون هناك طلب على النفط الروسي، ولكن هناك حالة من عدم اليقين. كشف مصدران من أوبيك بلاس أن المجموعة ستلتزم على الأرجح بهدف إنتاجها النفطي الحالي. وقالت مصادر إن أوبيك بلاس تريد تقييم تأثير وضع سقف لأسعار النفط الروسي الذي يلوح في الأفق على السوق ورؤية صورة أوضح للطلب في الصين. قال مصدر حكومي في إيطاليا إن الدولة وضعت مصفاة تديرها شركة النفط الروسية العملاقة لوك أويل تحت إشراف الدولة المؤقت لتجنب إغلاقها وضمان إمدادات الطاقة. وأوضحت رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني أن التدخل العاجل يهدف إلى حماية مركز وطني استراتيجي للطاقة ومستويات التوظيف، والتي تعتبر مهمة للغاية بالنسبة لجزيرة صقلية والبلاد بأسرها. قالت رويترز إنها اطلعت على وثائق أظهرت أن دول الاتحاد الأوروبي ستنظر في اقتراح بسقف لسعر الغاز أقل قليلا من اقتراح بروكسل الذي يرى البعض أنه مرتفع للغاية، مع دفع عدة دول من أجل حد أدنى. وتبدأ دول الاتحاد الأوروبي المفاوضات الليلة بشأن الاقتراح التشيكي لوضع حد للأسعار من ارتفاع أسعار الغاز للمصارعة في الوصول إلى اتفاق بحلول 13 من ديسمبر. ومن شأن اقتراح الشيك التي تتولى رئاسة دورية للاتحاد الأوروبي أن يخفض الحد الأقصى لسعر شراء الغاز إلى 264 يورو لكل ميجا وات في الساعة. يبحث الأوروبيون عن طرق جديدة ومبتكرة تحميهم من البرد وربما التجمد مع استمرار أزمة الطاقة في أوروبا مع اقتراب برودة ديسمبر. المزيد نتابعه في التقرير التالي. مع استمرار أزمة الطاقة المستعصية في أوروبا بعد أن استفادت في البداية من طقس معتدل بموسم الشتاء الجاري، إلا أن برودة ديسمبر ستؤدي إلى مزيد من الضغط على المخزون الذي تم تجميعه من خلال تدفقات الغاز الطبيعي المسال القياسية خلال فترة الصيف. أزمة الغاز التي أرعبت أوروبا جعلت المواطنين والشركات يبحثون عن طرق جديدة ومبتكرة تحميهم من البرد وربما التجمد، حيث لجأ بعض المستهلكين إلى التقنيات القديمة التي اندثرت استخدامها لتأمين موارد الطاقة باستخدام الخشب من أجل الحصول على الطاقة، غير أن الكتل الخشبية أصبحت شحيحة بدورها لأن الأخشاب تأتي من روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا. دول أخرى قررت تقليل استهلاك الكهرباء في الأماكن العامة، كما أوقفت استخدام المياه الدافئة وتأجيل استخدام أجهزة التدفئة، كما سعت الشركات لإنتاج أجزاء من سلعها في فروع لها بدول أخرى يصل إليها الغاز بشكل منتظم. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي مرة أخرى بعد فترة من الانخفاض وزيادة السحب من المخزونات، ما يهدد بالتعجيل من نفاذ المخزون. كانت دول الاتحاد الأوروبي قد سارعت طوال الصيف لملء مخزونها الاحتياطي من الغاز الطبيعي عن طريق زيادة تدفقات الوقود من النرويج واستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال من أمريكا الشمالية وأفريقيا، إلا أن الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والأسر لم تستفد من تراكم احتياطات الغاز.
قالت وكالة الطاقة الدولية إن التقدم العالمي نحو تحقيق كفاءة الطاقة تسارع هذا العام نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والاختلالات في إمدادات الوقود، إلا أنه لا يزال غير كاف لتحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ. ودعا المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول الحكومات لإعطاء الأولوية للجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني ووسائل النقل، إذ أنه لا يمكن تلبية طموحات تقليل الانبعاثات والحد من ارتفاع درجات الحرارة من خلال التركيز فقط على التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة. تصاعدت أزمة البنزين في المجر بصورة فائقة بعدما حددت الحكومة مستوى أسعار ينخفض عن سعر السوق، وألقى ذلك بظلاله على أداء محطات التزويد بالوقود في ظل نقص الإمدادات. وبجانب زيادة الطلب، عززت أعمال الصيانة في المصفاة الرئيسة التابعة لشركة النفط والغاز بالبلاد من نقص الإمدادات، لا سيما أنها تمتلك 500 محطة في بودابست، ليدفع نقص الإمدادات نحو اضطراب أو نحو اضطراب حركة التزود بالوقود بحسب ما أوردته رويترز. قال الرئيس التنفيذي لشركة إني إن أوروبا بحاجة إلى أن تدرك الغاز الطبيعي في خطتها الانتقالية طويلة الأجل من أجل تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية وإنتاج الوقود اللازم لضمان أمن الطاقة وخفض أسعارها. وأضاف أن تحديد سقف لأسعار الغاز لن يكون حلا نهائيا لأزمة الطاقة في أوروبا، وأوضح أن الطاقة المتجددة هي الحل الأول، وكذلك إزالة الكربون من الغاز الذي يصعب معالجته. قالت الرئاسة الروسية الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على المفاوضات من أجل تأمين مصالح روسيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إيجاد أساس متبادل للمحادثات أمر صعب، نظرا لعدم اعتراف الولايات المتحدة بالأراضي الجديدة التي ضمتها روسيا في أوكرانيا. جاء ذلك تعقيبا على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه مستعد للتحدث مع الرئيس الروسي إذا أبدى رغبة في إنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الرئيس جو بايدن يعتزم تفادي توسيع الأزمة في أوكرانيا وأن بلاده لا تريد حربا مع روسيا. وأشار بلينكين إلى أن الولايات المتحدة لا تزال على اتصال مع روسيا، وأكد أن بلاده لن تحدد شروط المفاوضات مع موسكو نيابة عن كييف، لكنها ستدعم قرار الأوكرانيين. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتز في اتصال هاتفي بأن النهج الذي تتبعه ألمانيا والغرب بشأن أوكرانيا مدمر، ودعا برلين إلى إعادة التفكير في هذا النهج. وأضاف الكرملين أن بوتين دافع عن الضربات الصاروخية التي تشنها روسيا على أهداف في أوكرانيا، ودعا كذلك إلى إشراك موسكو في التحقيقات الخاصة بالهجوم على خط أنابيب غاز نورد ستريم. من جانبه، دعا شولتز بوتين إلى سحب قواته من أوكرانيا من أجل إتاحة الفرصة للحل الدبلوماسي. أعلن مستشار الرئيس الأوكراني أن القوات المسلحة لبلاده فقدت ما بين 10,000 و13,000 جندي حتى الآن في القتال مع روسيا، وذلك عقب إعلان للمفوضية الأوروبية بأن كييف خسرت نحو 100,000 جندي في النزاع المسلح مع موسكو.
أعنف نزاع مسلح تشهده أوروبا منذ عقود يبدو أنه يحصد عشرات الآلاف من أرواح المدنيين والعسكريين، ليتواصل النزاع الروسي الأوكراني الذي دخل شهره العاشر وسط تعتيم كامل عن حجم خسائر الجيشين من الأفراد والعتاد. مستشار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قال إن خسائر الجيش الأوكراني من الأفراد جراء العملية العسكرية الروسية بلغ نحو 13,000 جندي أوكراني قتلوا في المعارك مع الجيش الروسي منذ فبراير الماضي. جاء إعلان كييف عن حجم الخسائر في صفوف قواتها تعقيبا عن بيان لمفوضية الاتحاد الأوروبي تضمن معلومات عن مقتل 100,000 جندي أوكراني في النزاع المسلح مع روسيا، وهو ما أثار لاحقا غضب كييف ودفع المفوضية لسحب بيانها. إعلان المفوضية الأوروبية تشابه مع تصريح لرئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية مارك ميلي الذي أعرب في وقت سابق عن اعتقاده بأن أكثر من 100,000 جندي ربما قتلوا أو جرحوا على كل جانب من جانبي الصراع مع مقتل 40,000 مدني كأضرار جانبية. في المقابل يقلل الجيش الروسي من حجم خسائره في العملية العسكرية، وتقول وزارة الدفاع الروسية إن حصيلة خسائرها من الأفراد لم تتخطى 6,000 جندي روسي. أعلن رئيس الوزراء الماليزي المعين حديثا أنور إبراهيم أنه سيحتفظ لنفسه بمنصب وزير المالية ليستعيد بذلك المنصب الوزاري الذي سبق أن شغله قبل 30 عاما. وقال رئيس الوزراء الماليزي في مؤتمر صحفي إن مجلس وزراء حكومة وحدة سيؤدي اليمين يوم السبت. وأدى أنور اليمين رئيسا للوزراء أمام ملك ماليزيا الأسبوع الماضي بعد انتخابات أسفرت عن برلمان معلق وشكل حكومة ائتلافية بدعم من كتل سياسة أخرى. قالت مصادر إن اليابان ستخصص ما يتراوح بين 40 و 43 تريليون ين للإنفاق الدفاعي على مدى 5 أعوام بداية من السنة المالية المقبلة والتي ستبدأ في إبريل، وسيمثل ذلك قفزة كبيرة مقارنة بخطة الدفاع الحالية التي يبلغ حجم الإنفاق فيها 27 تريليون ونصف التريليون ين، وهو ما يعادل ضعف الناتج الاقتصادي الياباني السنوي، مما يثير القلق إزاء تفاقم أحد أسوأ أعباء الديون بين الدول الصناعية. وقالت المصادر الثلاثة إن المخصصات الجديدة تمثل حلاً وسطاً بين وزارتي الدفاع والمالية. شددت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عقوباتها ضد كوريا الشمالية للحد من برامج الأسلحة في بيونغ يانغ. يأتي ذلك وسط مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تكون على وشك استئناف تجارب القنابل النووية. عقوبات إضافية تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأسيويين على مسؤولين كوريين شماليين على صلة ببرنامج الأسلحة في بلادهم، وذلك بعد أن أجرت بيونغ يانغ أحدث وأكبر تجربة لها لصاروخ باليستي عابر للقارات الشهر الماضي. عقوبات هي الأحدث وسط مخاوف من أن بيونغ يانغ قد تكون على وشك استئناف تجارب القنابل النووية التي تم تعليقها منذ عام 2017. واشنطن أعلنت فرض عقوبات اقتصادية على 3 مسؤولين كوريين شماليين لدعمهم تطوير أسلحة دمار شامل وصواريخ باليستية، كما ورد في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية. وتحظر العقوبات الأصول التي يحتفظ بها الأفراد المحددون في الولايات المتحدة، وتحظر المعاملات معهم من قبل المواطنين الأمريكيين. بدورها قررت كوريا الجنوبية أيضا فرض عقوبات مستقلة على 8 أفراد و7 مؤسسات متورطة في برامج التطوير النووي والصاروخي للنظام السري.
وأوضحت خارجية كوريا الجنوبية أنه من بين أولئك الذين تمت إضافتهم إلى القائمة السوداء مسؤولين في المؤسسات المالية ذات الصلة بالبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، ومتورطين في عمليات النقل غير القانونية للسلع الكورية الشمالية الخاضعة للعقوبات من سفينة إلى أخرى. يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه اليابان عقوبات جديدة على 3 كيانات وفرد واحد وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية اليابانية، وتشمل العقوبات مجموعة لازاروس المشتبه في ضلوعها في تنفيذ هجمات إلكترونية. وتأتي العقوبات الجديدة على وقع تهديدات من كوريا الشمالية بأقوى رد فعل مضاد لأي محاولة لانتهاك سيادتها، منتقدة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بسبب تدريباتهما الجوية المشتركة. كما حذر بيونغ يانغ من أنها ستدمر أهدافاً رئيسة في سيول إذا قامت كوريا الجنوبية بأي عمل عسكري خطير لشن هجوم وقائي. وعرقلت الصين وروسيا جهوداً في الآونة الأخيرة لفرض المزيد من العقوبات في الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، إذ قالتا إنه يتعين بدلاً من ذلك تخفيف العقوبات لبدء المحادثات وتفادي أي أزمة إنسانية. تطرح الصين لقاحات معززة لكوفيد-19 عن طريق الاستنشاق لتنشيط المناعة، وصنع اللقاح بواسطة شركة صينية ويحتوي على مكونات مماثلة للقاح المحقون الذي أنتجته الشركة ذاتها، وذلك باستخدام فيروس غير ضار قناقل للشفرة الجينية التي تعلم الجسم كيفية محاربة كوفيد. ويقوم باحثون آخرون بما في ذلك فريق في بريطانيا والولايات المتحدة بالتحقيق في لقاحات رذاذ الأنف، ويقول العلماء إن هذه قد تعطي مناعة إضافية في بطانة الأنف والممرات الهوائية العلوية حيث يدخل كوفيد عادة للجسم. في خطوة من شأنها عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً، بدأت مدن صينية في تخفيف قيود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد. القرارات التي اتخذتها بعض المجتمعات في عدة مدن صينية لا تزال تعاني من انتشار كوفيد-19 تتضمن تخفيف متطلبات الفحص وقواعد الحجر الصحي لديها، حيث تأتي قبيل تحول متوقع في سياسات التعامل مع فيروس كورونا على مستوى البلاد. إلا أن هذا التخفيف في قيود كوفيد-19 والذي يتم بصورة متفاوتة من شأنه أن يغذي الخوف بين بعض السكان الذين يشعرون فجأة أنهم أكثر عرضة لمرض وصفته السلطات الصينية طويلاً أنه مميت حتى هذا الأسبوع. وألحقت سياسات الصين في مكافحة كوفيد-19 الضرر باقتصادها وأثرت على كل شيء مثل الاستهلاك المحلي وإنتاج المصانع وحتى سلاسل التوريد العالمية، وتسببت في ضغوط نفسية شديدة لمئات الملايين. وقد تسببت الإجراءات الصارمة في الصين لمكافحة كوفيد-19 في إلغاء بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات للعام الرابع على التوالي. مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قالت إن تعديلاً إضافياً على سياسة الصين لمواجهة فيروس كورونا سيكون حاسماً في السير على طريق تعافي الاقتصاد الصيني وتوازنه. وفي خطاب في منتدى التمويل العالمي 2022 بالصين، أشارت جورجيفا إلى أن صدور قرارات إضافية بهذا الشأن من قبل الحكومة الصينية يمكنه أن يحمي الاستقرار الاقتصادي للبلد بشكل أكبر. رفعت السلطات في تشيلي حالة التأهب مع تزايد نشاط بركان فيلاريكا بشكل ملحوظ في الأيام الماضية. وبركان فيلاريكا من أكثر البراكين نشاطا في أمريكا الجنوبية، وهو يقع بالقرب من منتجع بوكون السياحي الشهير في تشيلي على بعد نحو 750 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة سانتياغو.
يتدفق الزوار لإلقاء نظرة على الحمم المتدفقة من بركان ماونا لوا في هاواي، الذي يعد أكبر بركان نشط في العالم، الذي بدأ ثورانه هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ عام 1984. وبعد إعلان وكالة إدارة الطوارئ في هاواي أنه لا توجد مؤشرات على أن الحمم البركانية ستهدد المناطق المأهولة بالسكان، بدأ العشرات يتوافدون يوميا لمشاهدة أعجوبة الطبيعة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. ختام نشرة التاسعة مشاهدينا، وإليكم أبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يعلن عن تنفيذ الدولة خطة شاملة لبناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية. الاتحاد الأوروبي يتفق على سقف لسعر النفط الروسي بعد موافقة بولندا. بوتين يصف النهج الغربي بشأن أوكرانيا بالمدمر، وشولتز يحثها على إيجاد حل سياسي للصراع. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على متابعتكم، كنا معكم الزميلة حور محمد وأنا آلاء طاهر.